زاد طلب بعد نهاية بيرثدي بريزنت هدية عيد الميلاد، يقول لي اربط الصور مع هذه الكلمات. طبعا هاي دايري، دايري اللي هي هاي اللي اشبه بالمذكرات او يعني المفكرة، بايلينجوال ديكشنري قاموس فنايا اللغة، مانز شيرت هذا قميص رجالي، ميوزك سي دي اقراص مضغوطة موسيقية، كمبيوتر جيم لعبة حاسوب، وموبايل فون هاتف نقال. استمعنا للناس ما اللي دا يتحدثون بي، يقول هنا مصطفى عيد ميلاد مصطفى الأسبوع القادم، هل تريد أن تعرف ماذا أنت سوف تجلب له؟ قال لك لا I don't آمال. ماذا عنك يوسف؟ حسنا أن لست متأكدا لحد الآن، ربما سأعطيه بعض أقراص سيدي. هناك قرص سيدي مضغوط رائع باي هيز من قبل مجموعته المفضلة. Then he won't borrow. Then هو لا يريد أن يستعير مالتي خاصتي all the time جميع الوقت، يعني ينطي سيدي لأنه كان يستعير من عنده. حسنا أنا أفضل ذلك، maybe ربما أنت تحتاج أن تحصل على تعطيه يعني مفكرة يا ياسمين. هو يحتاج واحدة في الجامعة السنة القادمة، هو كثير النسيان. قلت لها ياسمين، قلت لها مفكرة هاي دايري أو يوميات، هاي فكرة فظيعة، الأمر ممل، أنا أريد أنطي شيء آخر ممتع. قلت لها حسنون تنطي لعبة حاسوب؟ قلت لها تلك ليست فكرة سيئة. هو قال إنه he said the one هو قال إنه هذه اللعبة اللي أنت عرتي هي الأسبوع الماضي كانت سهلة جدا. he did هو فعل ذلك، هذا أمر مدهش. أنا لم أربح تلك اللعبة يوما. what are you ماذا أنت والأب تريد أن تعطيه يا مام؟ أعتقد أننا يجب أن نشتريه موبايل نقال هذه السنة، هو يحتاجه في البيت كثيرا لأنه هو يريد أن يبقى في البيت، يريد أن يبقى على تواصل. واو، هنا واو للدهشة للاستغراب، هو سوف يكون يعني هنا سعيدا متحمسا. أنا سأعطيه واحدا، I like one، أنا أريد واحدا أيضا. أنا أعتقد أنا أأمل أنه سوف يشتري واحدا لعيد ميلاد لعيد ميلادي. هو لا يحتاج واحدا لحد الآن، يعني موبايل يا يوسف. أنا سوف أشتري لي واحدا عندما يعني أنا سوف أشتري لك واحدا عندما تذهب إلى الجامعة. أنا لا أزال أحتاج، أنا لا أزال لا أعرف ماذا سوف أعطيه. I want some new clothes when he want هو يحتاج بعض الملابس عند ما يبدأ الصف دراسي. Not very exciting ليس الأمر مثيرا لكنه مفيد، أنا سوف أعطيه تيشيرت جديد. هنا يقول الأشياء اللي ما انذكرت، هنا الأشياء اللي ما انذكرت اذكرها، أوكي اللي ما انذكرت في هذا اللي موجود. يقول استمع إلى يعني حديث اللي صار مع عائلة مصطفى حول الهدية عيد الميلاد، أي من هذه الأشياء اللي هي في الأعلى لم يتم ذكرها، أوكي لم يتم ذكرها من هذين. صيغة الفيوتشر سهلة جدا، الفاعل will زائد فعل infinitive، فعل مضارع مجرد خالي من الإضافة في حالة أنه في want، وهكذا سهل جداً.